أصحاب المعالي والفخامة السيدات والسادة، هذه القمة تأتي في وقت صعب، في وقت يواجه فيه العالم النتائج الناجمة عن جائحة الكوفيد-19 والنتائج الناجمة عن التغير المناخي. الجائحة بالطبع أثرت على النجاحات التي حققناها في الماضي، وملاوي طبعا ليست استثناء لهذا. نحن بلد يعتمد على السلع، وبالتالي الصناعة الزراعية والإنتاج الزراعي تقلص وتأثر في هذه الفترة الصعبة. لدينا أيضا العمليات العديدة التي تأثرت في النقل والعبور نتيجة لغلق الحدود. السيدات والسادة، أصحاب الفخامة، على مدار الأعوام الماضية فإن الصادرات الكوميسة تأثرت وتقلصت أيضا، وأيضا العمليات التجارية البينية أيضا تأثرت. ما يقلقنا أيضا هو تناول التطعيمات للكوفيد-19 لم يتعدى 3% في المنطقة. نحن نحاول أن نبذل قصارانا فيما يتعلق بالتطعيمات والتلقيحات، ولذا نحتاج أن نضع خطط تعافي دقيقة. والأهم من ذلك، نحتاج أن نتولى الريادة والقيادة من خلال تشجيع شعوبنا كي يتشجعوا على التطعيم. وفيما يتعلق بالتغير المناخي وأثاره، بإمكاننا أن نحكي ونقص العديد من القصص التي تأثرت فيها الشعوب. الكوب 26 أو القمة رقم 26 التي سوف تتطرق إلى الأمور الخاصة بالتغير المناخي سوف تتم، وهذا يعد نجاحا في حد ذاته. الكوميسا أيضا تقوم بتعزيز اقتصاد بلداننا، ونحن كمنطقة نحتاج أن نولي اهتماما لعمليات التجارة البينية حتى نتمكن من النمو من 10% مقارنة إلى نسبة 60% أو أكثر من ذلك مثل نسبة النمو في أوروبا، وبإمكاننا أن نتخطى هذه النسبة أيضا. بإمكاننا إزالة الحواجز الجمركية وتيسير التجارة، بما في ذلك أيضا إزالة العوائق الخاصة بسلاسل التوريد وتيسير التجارة عبر الحدود. كل هذا سوف يساعدنا على النمو. لقد حان الوقت للكوميسا وللمنطقة الأفريقية وللقارة الأفريقية أن تتقدم وتتطور. إضافة إلى ذلك، كي نتمكن من لمس الفوائد التي تعود من عملية الدمج، نحتاج إلى أن نتطرق لمسألة العوائق التجارية. لا نستطيع أن نحقق التكامل التجاري والدمج التجاري بدون تيسير التجارة وإزالة الحواجز، ولذا لتيسير التجارة نحتاج أن نولي اهتمام لما يلي. أولا، أن يكون لدينا جدول أعمال قوي وصارم يتعامل مع تطوير البنى التحتية والطرق والسكك الحديدية والمواني وتكنولوجيا المعلومات. أيضا النقطة الثانية، إزالة الحواجز الجمركية بكافة أشكالها لأنها تكلفنا تكاليف باهظة وغير ضرورية. النقطة الثالثة والأخيرة، نقوم بتحسين أيضا البيئة الخاصة بالأعمال.